رمضان ابتدت يعني تهف علينا مرة أخرى، وقلنا نستقبل رمضان إزاي بغنى أصوات جميلة من فرقة حبايبنا اللي بتغني لنا دايما كل الأغاني التراثية، الأغاني اللي احنا تربينا عليها، كل الأغاني اللي بنحبها. اسمحوا لي أن أنا أرحب بيهم طبعا أستاذ ماجد سليمان عازف العود ومؤسس الفرقة، وحشتني بقالي كتير يعني دايما موجود معايا في كل البرامج. أستاذ باسم وديع المطرب، وعلى الإيقاع أستاذ شريف عزت، والجميلات بقى فاطمة عادل المغنية، وشروق حسن أيضا المغنية في حبايبنا. أهلا بيكم. ازيك يا أستاذ ماجد؟ أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني وحشتنا أولا، وحشنا الجو الجميل ده، وانتوا كمان وحشتونا جدا، وحشنا وجودنا معاكم يعني. لسه متمسك ولسه الفرقه متمسكه بالغنى القديم يعني التراثي القديم؟ هو مش تراث قوي ومش قديم قوي، احنا بنشتغل على الفكره بتاعت حبايبنا، يعني اللي هي الاغاني اللي احنا بنحبها والناس اللي احنا بنحبهم، المطربين او الفنانين اللي احنا والشعراء والملحنين، يعني بنشتغل على الفكره دي اكتر. احنا مش تراث قوي، فبندور على الحاجات اللي برضو مش مستخدمه كتير او مش مستهلكه او مش معروفه، فبنقعد ننبش ونطلع بقى الاثار اللي جوه تاريخنا الغنائي والقوالب الموسيقيه الغنائيه اللي ما حدش بيستخدمها دلوقتي، زي الموال، زي الدويتو، زي يعني الحاجات اللي زي كده. فهي دي فكره حبايبنا اكتر من التراث. بنات ما فكرتوش بقى ان كل واحده، انتوا اصوات جميله، ان كل واحده عايزه تنطلق بقى في سماء الفن تعمل سولو؟ فاطمه انا بغني احيانا لوحدي. هم اوريدي منطلقين. منطلقين. عندي حفلات ليا وعندي حاجات تبع المركز القومي للمسرح والسينما، بس لا يعني ما اقدرش استغنى عن فرقتي معايا طول الوقت. يعني ابتديت اغني اغانيكي ولا لسه؟ ولا يعني مش بشكل خاص، قد ما انه لو في حاجه في دراما معموله لي في فيلم في مسلسل بغنيها، ما تبقاش ليا بشكل شخصي، لكن انا برضو متمسكه بفكره القديم، الحاجات التراثيه، الحاجات الشعبي شويه. انا في ناحيه تانية شروق هي بتمثل كمان اكتر يعني. فاطمه عمي عايزه اقول وشك يعني مقلوف، شايفاكي كتير. انا معاكي قبل كده، حلوه صح. الكيرلي غالبا شعرك اتغير. أيوة. مش كده؟ ايوه بالظبط. أيوة. وشروق طيب؟ لا انا ما عملتش لسه حاجه، بس انا يعني بتدرب مع ماجد وان شاء الله يعني. شروق اصغر عضوه، يعني احدث عضوه النهارده اول مشاركه ليها في حبايبنا. انت نورتي بقى، ده احنا وشنا حلو عليكي. انا بجد بحب شروق كشخصيه، كفنانه، كبنت ذكيه شاطره، يعني فيها ملامح كتير قوي حلوه، وهي شاطره قوي في الدراسه كمان. ف كان المفروض تطلع دكتوره بس يعني درسها هي. انا فنون تطبيقيه. فنون تطبيقيه. وفاطمه يعني موسيقى عربيه. موسيقى عربيه. طب باسم قديم. باسم معانا من زمان. كل اللي باسم ما فكرت. باسم مؤسس حبايبنا. مؤسس لحبايبنا. باسم برضو ما فكرتش تنطلق لحبايبنا؟ انا اشتغلت شويه يمكن على مستوى كمان الميديا والتلفزيون، يمكن كنت عملت اول حاجات ليا في فيلم في مصر الجديده مع استاذ محمد خان، وبعدين توالت شويه الاعمال، اشتغلت مع الاستاذ الكبير الله يرحمه الاستاذ عمار الشريعي. يا سلام. كان ليا بصراحه الشيخ العرب همام هو اللي مغني الاغاني اللي جوه كلها. الشيخ العرب همام. وبعد كده بدات برضو بعد شويه كان في يونس والد فضه برضو، غنيت شويه حاجات يعني بعد شويه تغني لنا حاجه من شيخ العرب همام لازم. ان شاء الله. دي حاجه مهمه جدا. والايقاع بقى شريف، انت ايقاع دارس ولا هاوي ولا دارس اساسا في دار الاوبرا المصريه في الموسيقى العربيه، وبتحب تنضم الفرقه بتغني الحاجات دي. شريف برضه من المؤسسين. من المؤسسين. ايوه صح. المؤسسين. طب هتغنوا لنا ايه بقى؟ قول لي عايزين تغنوا ايه؟ مصر ياما يا بهيه ولا ايه؟ ماشي. طبعا خلونا بس عشان انا بهتم جدا بفكره يعني اهل الغنوه، اهل رمضان كبير محمد عبد المطلب، وكلمات حسين طنطاوي، والحان الموسيقار محمود الشريف. مصر ياما يا بهيه طبعا دي بقى الشيخ امام.
وكلمات عمنا احمد فؤاد نجم رحمهما الله. تفتكر الشباب بيحبوا يعني الفرقه معظمها من الشباب بيحبوا لسه الشيخ امام واحمد فؤاد نجم والاغاني دي بيحبوها ولا دي اغاني جيل فات؟ لا بيحبوها جدا. انا مره كنا في الاردن تقريبا وحد كان من الاودينس حاضر معانا قال لي ابنه في المدرسه ابنه في ابتدائي راح تاني يوم بعد الحفله يشغل الاغاني بتاعتنا في المدرسه وخلى المدرسه تذيع الاغاني بتاعتنا اللي احنا كنا بنغنيها. فاطفال بيحبوها وكبار طبعا في ذكريات في ناس عارفين في ناس بيتعرفوا عليه حتى لو ما يعرفوهوش. انا شخصيا عرفت الشيخ امام مؤخرا يعني ما كنتش طبعا ما كنتش مواكب الاحداث وقتها كنت لسه ما اتولدتش يعني مش كبير قوي يعني. وعرفت تاريخ كبير قوي من مصر من خلال اغانيه طبعا وتوثيق ده توثيق لمرحله كلها يعني شرفت يانكسون بابا جيفارا كل الاغاني اللي وثقت مرحله كامله كان الشيخ امام وكان طبعا معاه احمد وجلاليد سكاردس كان ديستام طبعا افندم رساله عبد الودود يعني قصدي كل دي مرحله كامله كان كل تناول كان غناء سياسي يعني بس هو تناول مصر الجميله من منطوق مختلف يعني ما كانش بيستخدم حتى يعني احمد فؤاد نجم طبعا كتاباته ما كانش بيستخدم المباشره اللي هي مصر هي امي يعني ده حلو طبعا ده جدا جميل ورائع وتربينا عليه برضه لا بس ده بس غنى تاني مصر يا اما بهية الكلمه مختلفه والطريقه مختلفه. هل في لسه يعني احنا في وقت في فعلا مصر بمنطوق مختلف ولا احنا خلاص بقينا في المباشر جدا والمباشر السطحي جدا؟ لا في اكيد طبعا مصر ولاده يعني هي على طول بتجيب ناس وتطلع ناس ما بيخلصوش هي بس الفكره يمكن الاعلام او المنتجين او يعني هو غالبا الناس الضعيفه هم اللي بيعافروا للاسف هم اللي بيقوحوا هم اللي بيزحموا الناس الكويسه دايما انتخين وقاعد او مش بمعنى او بيحسوا انه يعني مش قاعد مجاله ملك زمانه وكده وهم يقولوا يطلبوني هم يقولوا يدوروا عليا هم يطلبوا مني كذا لكن التانيين بينزلوا واشعارهم او كلماتهم او اعمالهم. طب احنا رمضان بالنسبه لنا مرتبط جدا بالمسلسلات ومسلسلات كتيره اتعرضت في رمضان كلنا حافظينها يعني مثلا منها وتترات المسلسلات كلنا كنا بنغنيها مش بس الفوازير تترات المسلسلات كمان فمثلا منهم بوابة الحلواني والعائله وكده دي كلها وليالي الحلميه وارابيسك كلها وزيزينيا كلها مسلسلات احنا عشنا او جيلي انا بالذات عايش المسلسلات دي كنا بنحفظ الفوازير الاول وبعدين نحفظ أيوة. نحفظ كنا الاول حاجه نسمع الفوازير لبعض يعني انا واصحابي في مدرسه انا فاكره كنا نسمع الفوازير لبعض بعد كده نسمع تترات المسلسلات. هتغنوا لنا ايه بقى من تترات المسلسلات عندك يعني بقى ايه بوابه الحلواني العائله في الحلاوه بتاعت مصر يلا بوابه الحلواني علي الحجار ويعني سيد حجاب والعملاق بليغ حمدي مفيش احلى من كده